أكثر من 35 ألف عائلة معوزة تم إحصاؤها هذه السنة بولاية قسنطينة، والتي خصص لها أكثر من 15 مليار سنتيم لشهر رمضان. العدد الذي تم إحصاؤه هذه السنة يقدر ب 35,916 عائلة معوزة. الغلاف المالي الذي خصص لشهر رمضان 2017 يقدر ب 151 مليون دينار، أي 15 مليار سنتيم. فيما يخص قفة رمضان احصات 6000 معوز، وبالتالي تم تحديد وتخصيص 6000 قفة. مديرية النشاط الاجتماعي قامت كذلك بمعاينة كل مطاعم الرحمة لضمان أجود الخدمات. تلقينا 33 طلب، تم معاينة كل المطاعم. 32 مطعم حظي بالموافقة لأنه عنده كل شروط النظافة وباش يقدر يفتح. مطعم واحد فقط تم رفضه، مع العلم أن العملية متواصلة. برنامج ثري خصصته ذات المديرية خلال الشهر الفضيل. عملية الاختتان التي تم الاتفاق هذه المرة تحت رعاية السيد الوالي، العملية ممكن ننطلق فيها من أوائل شهر رمضان، وممكن تمتد حتى بعد شهر رمضان باش ناخذ بعين الاعتبار كل الطلبات. كسوة العيد كذلك بالنسبة لقطاع التضامن عندنا مبلغ 250 مليون سنتيم. سعي كبير من قبل كل السلطات المحلية للتكفل بالمعوزين والمحتاجين خلال هذا الشهر الكريم.